دشن غبطته بطريرك القدس اللاتين بير باتيستا باتسبالا بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة في منطقة الطويفية بعمان. وبهذه المناسبة رأس غبطته قداسا إلهيا شارك به المطران ويليام الشوملي والمطران سليم الصايغ والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي وعدد من الكهنة وجمع غفير من المؤمنين. وأشار غبطته في عظته إلى أن الكهنة يخدمون الناس في كل سنين حياتهم، ولكنهم يحتاجون في يوم ما إلى رعاية، مقدما الشكر للأب أنطون ولرعية العذراء الناصرية في الصوفية التي أخذت هذا المشروع على عاتقها وأكملته حتى النهاية. We are celebrating today a beautiful day, important day for the life of the church in Jordan. A parish of Sofia decided to build a house for the retired priest, the elderly priest, in order to express their appreciation for their service for the life. Usually the priests give their life to the community. Today the community gives back something of what they received, the Eucharist, the sacraments, their service. And this is a beautiful example of how the church works and the life of the church. Thank God, thank the Holy Virgin, we are here to celebrate this beautiful event. وبعد إلقاء الكلمات التي أشادت بهذا العمل المبارك، وجه الأب هريمات كلمة أشار فيها إلى أن هذا البيت هو ثمرة لمساهمات رعية العذراء الناصرية، حيث قدموه كعربون محبة وامتنان لجهود الكهنة الأجلاء. رايح بتاريخ البطرقية، هذا اليوم يكتب بحروف من الذهب لأول مرة بتاريخ البطرقية. هي الرعية اللي شفتوها ملتفة حول غبطة البطريرك وكلها مبسوطة، كلها تضحك، كلها ليه؟ لأنه هي اللي بنت. كيف بنت؟ تعريف على تعريف، دينار على دينار، كل واحد قد ما بيقدر. ونشكر الله، نشكر الله إجا هذا البناء الفخم اللي شايفينه خلفي، غبطة البطريرك. اليوم افتتحوا مع سيادة المطران ويليام ولفيف ومطران سليم، لفيف من الكاني، الكنيسة كانت مليانة، بريت الكنيسة، القاعة مليانة، كلياتهم مبسوطين. ليه؟ لأنه شافوا ثمرة عطائهم أثمر. وأنا بأكد لكل إنسان ساهم بالكثير أو بالقليل إنه كل حجر من حجارة هذا المبنى هي قطعة بخور، هي نعمة إله لأولاده ولعيلته ولمرته لأولاده للأجيال القادمة. وأنا بشكر كل إنسان أعطى قليل أو كثير، أوكي؟ ونشكر الله الجميع ساهم، وما ذكرنا ولا أي اسم، لأن أبوك الذي يرى في الخفية هو اللي يجازيك. فما إحنا بدنا ربنا اللي يجازينا، ما بدنا الناس تزعف لنا، بدنا ربنا اللي يقول إلى كل واحد فينا أحسنت أيها العبد الأمين الحكيم، كنت أمينا على القليل، سأقيمك على الكثير، أدخل نعيم ربك. وشكرا.